القارة القطبية الجنوبية أو القارة الغامضة أنتاركتيكا. كتير من الناس يسمع عن القارة القطبية الجنوبية، بس يا ترى يعرف عنها إيه؟ يا ترى تعرف إن فيها أكتر من 300 بحيرة، لكن البحيرات دي تحت طبقة كبيرة من الجليد؟ طيب يا ترى تعرف كمان إن عدد كبير من البحيرات دي مش متجمد؟ طب يلا بينا مع بعض نعرف كل التفاصيل دي عن القارة القطبية الجنوبية أو القارة الغامضة زي ما الكثير من الناس بيسميها. بس يا ريت قبل ما نبدأ نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا، دعمكم لينا بيقوينا. القارة القطبية الجنوبية موجودة في أقصى جنوب الكرة الأرضية، ومساحتها تبلغ حوالي 14 مليون كيلومتر مربع، يعني 14 مرة ضعف مساحة مصر، وكمان قد مساحة قارة استراليا مرتين. وبالمساحة دي تيجي القارة القطبية الجنوبية في الترتيب الخامس للقارات من حيث المساحة. ويقال ان اول واحد ينزل على القارة الغامضة كان قبطان بحري لباخرة امريكية يسمى جون ديفيز، وده كان سنة 1821. والقارة القطبية الجنوبية فيها مجموعة انهار كبيرة، واشهر الانهار دي واطولهم اسمه نهر الاونيكس، وكمان فيها عدد كبير من البحيرات، ومش زي اي بحيرات، ده بيغطيها طبقة كبيرة من الجليد. لكن بقى اللي يخليك منبهر اكتر ان كتير من البحيرات دي مش متجمد. طيب ايه السبب؟ طبعا هنقول سبحان الله. بيرجع سبب ان بعض البحيرات دي مش متجمد بسبب الحرارة اللي بتخرج من لب الارض، يعني باطن الارض ومركزها، والحرارة دي بتعمل تدفئة لمياه بعض البحيرات ويخليها ما تجمدش. وتعتبر بحيرة فوستوك الجليدية هي أكبر بحيرة في القارة القطبية الجنوبية، ويعتبر في العالم بالكامل. وكمان القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا فيها سلسلة جبال متصلة دون انقطاع على امتداد 3500 كيلومتر تقريبا، وهي تعتبر أطول سلسلة جبال متصلة في العالم، ويبلغ ارتفاع بعض الجبال دي حوالي 3000 متر، يعني حوالي 3 كيلو متر ارتفاع. لكن ايه؟ بيقولك ان كل الجبال دي مدفونة بالكامل تحت طبقة جليدية بيوصل عمقها لحوالي 4800 متر، يعني فرق 1800 متر. وعلماء الجيولوجيا صنفوا القارة القطبية الجنوبية انها قارة صحراوية، بالرغم ان ما فيهاش اي رمال خالص، ولكن اطلقوا عليها الصحراء الجليدية. بيغطي الجليد نسبة تصل ل 98% من مساحة القارة القطبية الجنوبية، ومتوسط سمك الجليد فيها بيوصل لكيلو و600 متر، وبتوصل في الشتاء في بعض المناطق لستة كيلو متر. والجليد اللي موجود في القارة القطبية الجنوبية حوالي 90% من جليد كوكب الأرض. والجدير بالذكر ان مساحة القارة مش ثابتة، وده بسبب ان مساحة الجليد في الشتاء بتزيد بمعدل 100 كيلو في اليوم الواحد، عشان توصل مساحة أنتاركتيكا ل 20 مليون كيلو متر ده في الشتاء. وبعد كده في الصيف الجليد اللي زاد ده يبدأ يتكسر وترجع القارة لمساحتها الطبيعية. ولو اتكلمنا عن فصول السنة فهنلاقي في تغيير كبير بالنسبة للقارة القطبية الجنوبية عن فصول السنة في القطب الشمالي، حيث ان الصيف في اكتوبر وفبراير، ودرجات الحرارة في القارة القطبية بتبقى حوالي 30 درجة مئوية تحت الصفر، وده في الصيف. اما بقى درجة الحرارة في الشتاء فبتوصل ل 94 درجة مئوية تحت الصفر. وعن الحيوانات اللي ممكن تشوفها في القارة القطبية الجنوبية زي الحيتان، مثل الحوت الأزرق وحوت الأوركا، وكمان أنواع من البطاريق، ومنهم البطريق الإمبراطوري اللي بيوصل طوله ل 122 سنتيمتر، وكمان الحبار ومجموعة من الأسماك الجليدية ونمور البحر. والعلماء قالوا إن في خطر كبير ممكن يحصل بسبب القارة القطبية الجنوبية، وهو لو حصل ذوبان جليدي للقارة بسبب الاحترار المتسارع هيحصل كارثة بشرية كبيرة. طيب ليه الكلام ده ممكن يحصل؟
ده لأن المياه الموجودة في المحيطات ربما يزيد ارتفاعها حوالي 60 متر، وبالتالي حرفيا في مدن كاملة هتغرق، وخاصة المدن الساحلية القريبة. وفي القارة الغامضة وتحديدا في الجزء الجنوبي موجود أنشط بركان في العالم، وفي بركان اسمه إيرباص، وده يعتبر تاني أكبر بركان نشط في أنتاركتيكا. والبركان ده بيخرج انصهارات سائلة، وموجود فيه بحيرات حمم بركانية بتغلي منذ أكثر من 1,000,000 سنة حسب تحديد العلماء. ده غير ان في براكين في القارة القطبية الجنوبية بتقذف أنواع من الكريستال والبلور، وكمان في بعض من البراكين دي وهي البراكين الوحيدة على وجه الأرض اللي بتخرج ذهب بشكل يومي، لكن بنسب قليلة بتوصل لحوالي 80 جرام يوميا. وكمان من الحاجات اللي تشد الانتباه في القارة القطبية ان حوالي 90% من النيازك اللي بتسقط من السماء بتنزل في القارة القطبية الجنوبية. ولحد يومنا هذا فالعلماء ما يعرفوش السبب الحقيقي للظاهرة دي. شلالات الدم، وهي أغرب شلالات في العالم، والشلالات دي لون المية فيها أحمر بسبب تفاعلات أكسيد الحديد مع المياه شديدة الملوحة. وكمان من الظواهر الغريبة في القارة القطبية الجنوبية وجود حفر مائية عملاقة بيوصل حجمها ل 178,000 كيلومتر مربع، وهي بتظهر فجأة وبتنغلق أيضا فجأة، وقد يستمر وجودها لسنوات. طيب لو قلنا مين هم اللي عايشين في القارة القطبية الجنوبية، أو مين هم الدول المسيطرة عليها؟ اتعمل معاهدة وقعت عليها 38 دولة، والمعاهدة دي كانت بتنص على بعض القوانين، زي مثلا ان ممنوع منعا باتا يحصل اي تجارب نووية داخل القارة القطبية، وكمان مفيش اي دولة ترمي نفايا نووية داخل اراضي القارة القطبية، وكمان ممنوع اي طائرات تحلق في سماء انتاركتيكا. والجدير بالذكر ان في 7 دول يعتبروا هم المسيطرين على القارة القطبية الجنوبية، وفي اقليم يتبع دولة تشيلي على ارض القارة القطبية، وموجود فيه كل الخدمات اللي ممكن يحتاجها الانسان، ويبلغ عدد سكان الاقليم ده 115 فرد فقط لا غير، ومساحة الاقليم بتساوي 1,250,000 كيلومتر مربع. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا. دعمكم لينا بيقوينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.